قوله رحمه الله ولم ينتبه من هذه الرقدة، هذه حال كل غافل، هذه حال كل غافل عما خلق له وأوجد لتحقيقه. وأول ما يبدأ في الاستقامة ما هو؟ إذا كان وصفه أنه في رقدة، رقدة الغفلة، فأول ما يبدأ به من الاستقامة منزلة اليقظة، منزلة اليقظة. ولهذا كثير ممن يتكلم في المنازل، منازل السائرين، يبدأ بهذه المنزلة اليقظة. وابن القيم رحمه الله في كتابه المنازل بدأ بهذه المنزلة لا على سبيل الإلزام بها، ولكن لكونها في حق كل غافل هي أول ما يقع منه من المنازل، لكونها في حق كل غافل هي أول ما يبدأ به من المنازل. وكثير من الغافلين يعبر عن نفسه بهذه المنزلة، يقول كنت غافلا والحمد لله حصل لي يقظة، استيقظت من غفلتي، تيقظت، باعتبار أن أول ما يقع منه في دخوله في منازل السائرين اليقظة، واليقظة تعني زوال الغفلة. ثم ينطلق بعد اليقظة إلى المنازل العظيمة المباركة ترقيا في منازل السائرين والرتب العالية الموصلة إلى رضوان الله وعظيم ثوابه سبحانه وتعالى.